اليوم الهدف من وراء الفيديو انه نعمل ابلكيشن ASP.NET MVC تشتغل من جوات دوكر كونتينر. فمن اجل انه نوصل لهذا الهدف لازم يكون في عنا اول شيء environment setup لازم نعمله. اول شيء لازم نتأكد انه دوكر موجود لوكلي على الحاسوب. فحتى نعمل هذا الموضوع لازم نفتش في جوجل على دوكر داونلود. بس انتر بالدوكر داونلود بنقبس على اول رابط نعمل داونلود للابليكيشن حسب الحاسوب. انا عم بشتغل على ماك بوك فنعمل من داونلود للماك. اذا كنا عم نشتغل على ويندوز نعمل داونلود لويندوز. فبعد ما نعمل داونلود للدوكر نعمل له سيت اب. وبعد ما نعمل سيت اب بيبين عنا دوكر ايكون على الاعلى هون. نلاحظ حتى انه دوكر ديسكتوب از رانينج مع اشاره خضراء. انه السب الثاني لازم نعمله هو دوت نت اس دي كي. فنعمل داونلود دوت نت SDK. نبص على اول رابط. بعد ما نبص على اول رابط بنلاحظ انه في عنا اثنين فيرجن نسختين من الدوت نت. في عنا 5.0 يلي هو اجدد نسخة, وفي عنا نسخة 3.1 يلي هو long term support LTS. للهدف من الفيديو نحن حنستخدم 5.0. نعمل داونلود دوت نت SDK. انا اوريدي عملت له داونلود وعملت له انستول. آخر برنامج لازم نتأكد إنه موجود عندنا على الحاسوب هو Visual Studio Code. فنكتب Visual Studio Code Download. نبص على أول رابط من نقي Mac أو حسب الحاسوب اللي عم تشتغل عليه ونعمل Download. بعد ما نعمل Download هذه ثلاثة Requirements لازم نتأكد إنه Docker شغال و دوت نت شغالين. فلهذا الموضوع بنفتح التيرمينال. اسهل طريقه اذا كنت على ماك نعمل كوماند سبيس بار نكتب تيرمينال بس انتر بيبين عنا التيرمينال. فحتى نتاكد انه دوت نت شغاله نكبس دوت نت نطبع دوت نت داش داش فيرجن انتر. نلاحظ انه دوت نت فيرجن 5.0.101 موجوده لوكالي. فهذا يعني انه دوت نت شغال. هلا اللي حنعمله انه بدنا نعمل ابلكيشن جديده. الابلكيشن هذه لازم تكون عباره عن دوت نت ابلكيشن ام في سي. اسهل طريقه لحتى نعملها هو فينا نعملها دغري ثرو التيرمينال. فينا نستخدم دوت نت نيو كيورد. فلهذه الطريقه بنكتب دوت نت نيو MVC لأنه هي MVC application. بدنا نعطيها اسم فبنحط داش ان بنحط الاسم تبعها. فينا نحط sample web with docker with docker. وبنعطيها definition عاية language من دوت نت. ما هي دي مش ضرورية لكن من أجل consistency أنا بحب حطها. وآخر شيء بنحط authorization. هذه sample application فما بدنا أي authorization على الويب سايت. نكبس enter. بنلاحظ إنه dot net SDK عمل creation للapplication. فإذا نكبس ls نلاحظ إنه صار في عنا folder اسمه sample web with docker has been created. هلا لحتى نفتح Visual Studio Code ونبلش فينا نعملها دغري من خلال التيرمينال. نكتب كود space dot نكبس enter يفتح لنا Visual Studio Code مع الفولدر الابليكيشن موجود. فلحتى نتأكد ان هذه الابليكيشن شغالة 100% في عنا طريقتين. لازم نفتح تيرمينال ضمن Visual Studio Code. فينا نكبس على command control tilde او فينا نجي على view terminal بين عنا التيرمينال هون. اول شيء لازم نعمل نروح على الفولدر. فبنعمل cd change directory على الفولدر اللي هو sample web. الكوماند الثاني هو لازم نعمل dot net build لحتى نتاكد ان الابلكيشن عم تعمل build successfully بطريقه ناجحه.
فبقى انا بيلد سكسيدد. هلا بنعمل run الابليكيشن، نعمل دوت نت run، بنلاحظ انه الابليكيشن عملت running successfully وحطتنا عند اللينك لحتى نشوف الابليكيشن على لوكال هوست 5001 على HTTPS. فإذا بنروح على الويب براوزر نكتب لوكال هوست 5000 for example, it will redirect us على الفايل 5001. فبنلاحظ ان الابليكيشن عملت run بطريقة ناجحة بعد ما عملنا run. هلا خلينا نعمل تعديل بسيط على الهوم بيج لحتى نتأكد ان الابليكيشن عم تشتغل as it should be, مثل ما لازم. فخلينا نحط welcome everyone to this sample application. خلينا نحط كمان H3 مثلا hello world. نعمل save، نجي نعمل .NET run. نجي على الويب براوزر نعمل refresh، نلاحظ انه welcome everyone to this sample application طلعت مع الهالو وورلد. كتير منيح. هلا بما انه نحن عم نستخدم الدوت نت فريم ورك، لما نعمل run الانترنال ويب سيرفر كاسترل is running وعم بيعطينا البورت 5001 ل HTTPS. بما انه نحن بدنا نستخدم هذه الابليكيشن مع دوكر، فمن الافضل انه نحن نعطي بورت دائما لحتى بورت معين لحتى نقدر نعمل له ريفرنس من الدوكر كونتينر. فلهذا السبب لازم نجي على program.cs ونحط web builder، نستخدم ال use url command او code ونعطيها ال URL اللي هو http://. ونعطيها إشارة ستار اللي هي النجمة عنده أي دومين نحن بنعطيه إياها، ونعطيها على البورت 80. فبهذا الشكل إذا هلأ بنعمل run application، نعمل .NET run، بنلاحظ أول شيء إنه بعد ما تعمل successful building تغير نحن عندنا البورت من 5001 5000 ل port 80. فهلا اذا بنجي على الويب براوزر ونحط لوكال هوست port 80 ابلكيشن حتشتغل. خلينا نعمل تشينج صغير لحتى نتاكد انه كل الابلكيشن بعدها شغاله، نحط هالو وورلد فروم محمد، سيف، نعمل دوت نت رن. ريفرش، نعمل هالو وورلد فروم محمد. كتير منيح. هاي اول ستيب خلصناها. الستيب الثاني هو ان نعمل كرييت لدوكر فايل. لهذا بشكل كتير بسيط نعمل رايت كليك على الفولدر، نحط نيو فايل نسميه دوكر فايل. الشغلة اللي لازم ننتبه لها انه دايما دي لازم تكون كابيتال والباقي كله لازم يكون لور كيس. فعملنا نحن هلا كرييت لدوكر فايل، ونلاحظ انه صار في عندنا اللوجو تبع دوكر حده، يعني فيجوال ستوديو عرف انه هذا دوكر فايل. فدي لازم نعمله نحن هلا لحتى لازم نبلش نحط الكوماندز لحتى دوكر يعرف شو لازم يعمل. على اول سطر انا دائما راح احط كومنت لحتى نشرح الستبس اللي وراها، وهذا الكود كله موجود على جيت هاب مع الرابط موجود بالديسكريبشن للفيديو. فاول شيء نحن بدنا ناخذ ايمج من دوكر هاب للدوت نت. فبنحط اول شيء كات بيس ايمج. كيف نلاقي نحن البيس ايمج؟ اي طريقه لحتى نلاقي البيس ايمج هو انه بنروح على دوكر هاب، بنقلب دوكر هاب. خلينا نفتح واحدة تانية تاب جديدة، من قلب السيرش بار نكتب دوك نكتب دوت نت SDK، نبص على دوت نت SDK ومنلاحظ انه هذا SDK version هو verified by Microsoft
وعندنا هون آخر نسخة من الرابط الموجودين نفس النسخة الموجودة إذا صرنا على دوت نت SDK download. نلاحظ إنه نفس النسخة 5.0 و 3.1 5.0 و 3.1 نفس ال links نفس ال versions. فنحن الهدف هلأ نحن حنستخدم 5.0 فنعمل copy لل URL ومنروح على Visual Studio. فلازم نقول للدوكر إنه هو من أي URL من دوكر هاب لازم يعمل download للإيمج. فنكتب from بيعمل identification directly from docker hub. بنحط ال URL اللي عملنا له copy وبنعمل ونعمل tag لهذه ال image من docker hub ك build environment. هذه ال environment اللي حنستخدمها لحتى نبني كل الكود عليها. بعد step number 2 اللي هي نعمل work directory. work directory هي عبارة عن لما نعمل copy للفايلات من جوات من source code للدوكر image وين راح يكونوا موجودين. فبنعمل مثل folder نسميها work directory ضمن هذا build environment. هذه أول step خلصت. step الثانية هي عبارة عن نعمل copy للcs browse file نعمل restore لكل النيوجت packages اللي نحن عنا إياهم ضمن MVC application. فنحط command copy cs proj and restore the nuget لحتى نقدر نعمل copy ل cs proj نستخدم copy keyword نحط star يعني ما بدنا نحن نحدد الاسم بدنا نحدد الاكستنشن cs proj ونعمل له copy على الروت directory تاع docker. command الثاني هو run نحن بدنا نعمل run ل cs proj ليعمل restore فنستخدم .NET keyword .NET restore. هذا يعني بعد ما نعمل copy ل cs proj على new work build environment اللي عنا إياها .NET restore command راح تشتغل وتعمل restore لكل النيوجت packages. بعد ما يعمل restore للنيوجت packages بنعمل copy لكل source code فنعمل copy everything in and build. حتى نعمل copy بكل بساطة نستخدم copy keyword dot يعني نعمل copy لكل source code forward slash على قلب new build environment الموجودة. بعد ما نعمل copy بدنا نعمل publish على folder ضمن هذا build environment فبنعمل run dot net publish keyword publish يعني اي فيرجن من البابليش عاوزين نستخدم الريليس داش او اي في اي اوتبوت بده يكون نحطه بفولدر اوت. بعدين لازم هلا نعمل نحضر اخر نسخه من الايمجز الموجودين عندنا اياهم فبنحط بيلد ران تايم ايمج أجان مرة ثانية لازم نحدد مع الإيمج تحت الران تايم على أي نسخة لازم تكون موجودة. ففينا ناخد هذا الكود من هون copy paste لأنه نفس النسخة عاوزينها. نعمل work directory جديدة بقلب هذه الإيمج نسميها up. والهدف هلأ من الكوبي هي اللي هو بدنا نعمل نحن copy لكل published files من ال build environment على آخر ال runtime environment. فمنحدد نحنا from أي environment عاوزين يلي هو رح يكون ال build environment. رح نقول إنه لازم يعمل copy من ال build environment بكل شيء ضمن ال out folder تبع ال publish على ال root folder تبع ال runtime image اللي عنا إياها. وآخر command يلي هو نحط ال entry point بعد ما تخلص الابليكيشن وتعمل ران تايم. ولما بدها تعمل ران على اي كوماند لازم تعمل ران فنستخدم الدوت نت كوماندز لحتى نعمل ران فنستخدم دوت نت لازم احط سبيس سوري
space هنا. اوكي بعتذر، فنحط دوت نت، وبعدين لازم نحط اسم الدي ال ال اللي لازم يعمل له ران. هي طريقة لحتى نجيب اسم الدي ال ال هو من البن فولدر. بنلاحظ انه في عنا سامبل ويب وذ دوكر دي ال ال، بنحطها سامبل ويب وذ دوكر دوت دي ال ال، نعمل سيف. بكل بساطة هلا صار في عنا نحن دوكر فايل عم يسحب بيس ايمج اللي هي الايمج اللي حيكون الاساس من دوكر هاب، وراح تكون نسخة تبعيتها 5.0 5.0 وراح تعطيها build environment كتاج. بعدين بنعمل نحن فولدر ضمن هذا ال build environment لحتى نعمل نحط بقلبها كل الكود. بنعمل copy ل CS Proj على جوات هذا ال work directory، نعمل restore لكل ال NuGet packages، نرجع بنعمل copy لكل ال source code، بنعمل .NET publish على قلب فولدر ضمن ال build environment اسمه out. بعد ما نخلص كل هذا الستاب لازم نحضر نحن هلا اخر الران تايم ايمج اللي حتشتغل، اللي هي راح تكون كمان بيست على الاس دي كي فيرجن 5.0. نعمل ورك دايركتوري نسميها اب، نعمل كوبي لكل شيء من البيلد انفايرمنت اب ضمن الاوت يلي هو ببلشت على الروت دايركتوري تبع هذه الران تايم ايمج. واخر كوماند هو نعمل ران للدي ال ال اللي عمل الجنريت من الببلش كوماند. لحتى نتأكد انه كله شغال بدنا نستخدم docker commands لحتى نتأكد انه docker command انه سوري docker file تبعنا عم يشتغل مثل ما لازم. لازم نكتب docker build، يعني عم نقول للdocker container docker سوري daemon دي موجود هون، انه عمول معروف عمول build للإيمج الموجودة. نعطيه tag كنعطيه مثل اسم لحتى نقدر نعمل له reference عليه بالمستقبل، نسميه sample web. ونحط dot، dot هو عبارة عن وين بده docker daemon يفتش على الdocker file. فإذا حطينا dot يعني عم بقوله يفتش عليه بالroot directory، إذا كبسنا enter لاحظ انه الدوكر ايمج عم ينعمل له بيلد، والعمل له بيلد سكسسفلي لانه بني اخر كوماند عمل رايتنج للايمج بعدين عمل نيمينج للايمج. هلا كيف بدنا نعمل له رن؟ حتى نعمل رن لهذه الدوكر ايمج نعمل دوكر، نكتب دوكر رن داش بي، نعطي اي بورت نحن بدنا نعمل كونكت عليه، خلينا بورت 8081. نحن عطينا port للابليكيشن من program.cs هو port 80، فبنعطي هوني port 80. وبعدين بنحدد شو هي اسم الايمج اللي نحن عملنا كريت اللي اسمها sample app sample web sorry. نعمل enter، بنلاحظ انه docker عمل run لهذا الكوماند وعمل run للايمج. هلا بنروح على الويب براوزر، نكتب localhost 8081، نعمل انه الابليكيشن شغالة. هلا هذه عبارة عن ملخص سريع كيف فينا نستخدم دوكر و ASP.NET MVC لحتى نقدر نعمل ابليكيشن على دوكر. نقطة تانية بنحب بس وجه انظار عليها، نحن هلا فور اكزامبل اذا جينا على الفيوز هوم اندكس وغيرنا عملنا تشينج صغير هون، مثلا حطينا This is a new section مثلا، عملنا save ورحنا على .NET وعملنا run. استخدمنا نحن .NET command مش docker command لحتى نعمل run، وجينا على الويب براوزر على localhost 80 port 80 وعملنا enter، بنلاحظ انه this is a new section نعمل render نعمل build successfully وبينت عنا على الويب براوزر. ولكن اذا جينا نعمل run the docker command اللي عملنا له build وجينا على port 8081 وعملنا refresh، بنلاحظ انه ما مبين هون. ليش؟ لانه نحن لما عملنا build للدوكر image تاخد copy عن source code
لهذا لحديت هذا الوقت. يعني نحن إذا عملنا changes أو عملنا حيالله تغيير بعد ما عملنا build للإيمج، هدول التغييرات ما حيبينوا عنا بالدوكر إيمج. فحتى نقدر نجيب هدول changes أو كل التغييرات على الدوكر إيمج لازم نعمل build مرة ثانية. فإذا عملنا دوكر build مرة ثانية، كل الإيمجز رح تنعمل، كل الستابس بقلب هذا الدوكر فايل رح ينعمل بيلد مرة تانية ونعمل ران مرة تانية، وهذا الإيمج رح ينعمل لها أبديت. هلا إذا عملنا ران للأبليكيشن من قلب دوكر وعملنا ريفرش، رح يبين عنا إنه هذه السكشن موجودة. شكرا كتير عشان تابعتوا هذا الفيديو، و بليز اعملوا شير مع حيلا شخص معه يستفيد منه. والسورس كود لهذا الفيديو موجود بالدسكريبشن والرابط لجيت هاب. شكرا جزيلا.